احنا بمعرض سوق وتسوق عم بتنافسوا مؤسسة روني معوض بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. سوق وتسوق هو مشروع تنبرم بمنطقة الجبال ونشجع الحرفيين واللي بيعملوا مونة والسيدات والرجال والشباب حتى الجداد نسوق لهم منتجاتهم. أنا كتير مبسوطة بهذا المعرض لأنه هذا أول معرض لماجيكال هاندز وهو كان opportunity كتير كبير لحتى الناس تشوفني وتتعرف علي. بيتعرفوا الناس على قدراتنا ونعرف منتجاتنا على العالم الجديد. فترة وقفت شغل خلص كان وقتها كورونا ومريت بظروف صعبة كانت شوي هالسنة. كتير ناس بقلب جبال ما كانوا سامعيني يعني ما بيعرفوني وما بيعرفوا بالبيت يعني كيف ما كان أنه عم نكبر وعم هيك وتقدر تطلعت منا أنا بجرب أرسم بجرب أعمل شيء أعمل بحبه وهيدا من أحلى المعارض شجع ليبانيز براند والأمبيانس كتير حلوة وشي كتير كتير مرتب فاملي فرندلي كل شيء كتير حلو إنه تعرفنا على ناس جداد طور شغلي واستفدنا من المعرض نمسح حالنا ومبركي كمان صديق لبرا ودنا نعمل إكسبوجر للمعرض تبعنا وللبضاعة فتحولنا مجال نتعرف على عالم كبار ولا يوصل اسمنا نشجع الصناعة الوطنية ومنشجع كل العالم تجي لعنا كله شغل ايد هم ميد خصيصا للبنان هيدا المعرض سمح لي انه اعرض اغراضي قدام الناس الناس تعرف على المهنة انا وبنتي بالبيت فندعمهم كنساء وافراد كبار بالعمر بحب لبنان بحب صناعته